السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نعمل تجربة كده مع جوجل بارت. كل اللي نعمله ان انا هرفع له صورة عشوائية من على الجهاز عندي، تمام، وليكن مثلا الصورة ديت، تمام، واقول له اوصف لي هذه الصورة، اوصف لي هذه الصورة، تمام، ونشوفه بقى. هو بيبدأ يحلل الداتا، يعني في خوارزميات وفي صور كتيرة جدا خدها قبل كده عشان يقدر ان هو يوصف لي الصورة ديت، تمام. صدقني الوصف اللي هو اداهولي رائع، تمام، يعني وصف انها غرفة معيشة، تصميم كلاسيك، الغرفة واسعة، جيدة الإضاءة، الأرضية مغطاة بسجادة وده ناعمة، جدران مطلية، وفي زوجين من الكراسي الجلدية سوداء، وشرح كل حاجة، تمام. يعني صاحب المصمم ما كانش يقدر يوصفها بالشكل ده. قبل كده كنت مصور صورة على الانستجرام وحد قال لي اشرح لي الصورة دي، حد ما عرفوش يعني، حد أجنبي، رحت بعته لجوجل بارت قلت له صف لي، فوصفها بالظبط، تمام، انها غرفة مخصصة لقضاء الوقت مع العيلة والأصدقاء، فحاجة نقدر نعتمد عليها. لو أنا لقيت صورة أنا مش عارفها ممكن أسأله هو بقى يوصفها لي، تمام. طيب خلينا نقول له ديت، هو طبعا بيدور ممكن يلاقي الصورة دي أصلا عنده على جوجل فياخد الوصف ويبدأ إن هو يقوله لنا، لكن حتى لما بيلاقيها بيديها وصف زي على زوم، يعني مش هتلاقي الوصف ده كله موجود في البحث، لا هو بيبتكر وهو بيوصف. أوصف لهذه الصورة، مدينة دائرية. فنان كان بيحاول ان هو يتخيل شكل بغداد الدائرية، تمام. طبعا المركز بيكون المسجد ودار الخلافة، فوصفها لك بالتفصيل، وصف الجدران، وصف النهر، وصف القصر والمساجد والأسواق، ممتاز. في هنا حاجة اسمها اوبن انليس، ده من الذكاء الصناعي بتاع جوجل، ان هو بيعمل سيرش من خلال الصور، يعني مش بتديله تكست، تديله صورة ويعمل سيرش ويقول لك انا لقيت الصور دي في موقع كذا والحاجات دي كلها. فدي من ضمن الحاجات اللي متأكد منها ان الصورة دي حصلت سنة كام، يعني ممكن حد يقول لك الصورة دي حصلت اليومين دول مثلا في الأحداث الأخيرة، فلو رجعت ممكن تلاقي الصورة بقى 10 سنين على النت، تمام. دي ممكن بقى اي صورة عندك على الجهاز ترفع وتخليه هو يوصف لك الصورة بأدق أدق التفاصيل. ممكن يكون عندك صورة ومش لاقي، انا ساعات عندي بحث مثلا ورفعت الصورة بس مش عارف اوصفها ازاي، استعين بيه هو يوصف لي الصورة.